ومرحبا فيكم بفيديو جديد من قناة بي بلايدر لؤي. اليوم رح نعمل نزالات ونجرب بلابل هازبرو تبعون الجزء السادس. صراحة اكتر واحد متحمس له اللي هو هذا اللي نزل حامل بحارة وحامل محيطات اللي نزل بالإيفولوشن والجي تي وكمان بالدايناميت. فخلونا نعمل نزال سريع بينه وبين الشجاع وارجع لكم. اوكي، بالطريق شكلي لقيت لاير البراثن، فشكلي راح استخدم وانازله ضد بلبل البراثن. فالحلو كمان انهم راح يكونوا اثنين بالدوران يساري، فبدي ارجع الاقي باقي القطع وارجع لكم. ولقينا كل قطع البراثن، مش عارف كيف احول للوضعيه اللو مود او الهاي مود، بس كانه نزل لحاله ولا طلع مش عارف. بقلب. اوكي، كل ما نكبس عليه اوكي رجع كانه لو مود. ولا لحظه، معاكم لؤي عمل ابديت جديد للعبه مش عارف استعملها. خلص خلوه بالهاي مود. يلا نبلش النزال بحلبة الهايبر سفير. هو ما راح اثر صراحه، يعني هي بتضل الحلبة باللعبه اسم بس ومنظر، يعني ما اظن تعمل فرق كتير. ونبلش بالجوله الاولى. ان شاء الله يكون صوتي واضح. اوكي، نغير جهاز اطلاق لانه عطينا اسوء جهاز اطلاق. اوكي، بيرفكت لانش، فبدنا نفوز. اوكي، انا قررت اعمل فيديو هذا صراحه لانه بلابل هازبرو الكواد درايف هم اسوء بلابل عملوهم، فما فيش اشي حلو فيهم غير اللعبه صراحه. اوكي، المهاره الخاصه اعملها ولا اخليها الجول اللي بعد؟ اسمع، بدي انهي. لا 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 لا، يلا حامل اطلس المتطور على الابصر. شو مهارته الخاصه؟ بتعرفوا، اوكي ما لحقته كثير بس عادي، بتعرف انه هاي النسخة كثير بتشبه النسخة اللي قبلها تبعت الجي تي؟ إذا بتجيبوهم اثنين من هازبرو صراحة كثير بيشبه بعض. فزنا البراثن تبع الداينامايت. تكارتو ما نزلته بعلبة حظ، حامل أطلس أو البحار أو المحيط، وهازبرو نزلته بطريقة بس ما في أي شيء مميز ينجاب أصلا أو الواحد يشتريه. يلا يلا يلا، كبس كبس كبس. دفاع، رحنا فيها. سترونج اتاك. اوكي، اخذ الكرات هذولا. بيعمل لي بيرست. تمزح. اوكي، طيب طيب، ماشي ماشي يا فريد براثنك، افرجيك. دول ال تعالي كأنها. مش لازم اخسر. يلا. يا الله طلعت. لو بكرت شحطة كان احسن. تبكيري احسن من التأخير. يلا مش مشكلة. حاول نكسره. لازم اقضي عليه. يس بيرفكت. اذا ما بخسر بنعمل له بيرس. ها يا عيني. ايوه هيك بتخسر. تمام ممتاز بطل. ومبروك الجولة الأولى. شكرا شكرا. اوكي، هلا أنا بدي أروح أستخدم الشجاع صراحة، لأنه حاسس انه كانه صعب نختاره. شوفوا في هازبرو عنده نسخ خاصه من هذا البلابل، بس يعني مش كثير واو. ممكن نلعب بواحد منهم بعدين، بس كيف بدي اختار البيلوكر؟ اوكي، شخصية رئيسية ما بدنا. البراثن في منه نسخه خضراء، ما بدي ما بدي، بدي الشجاع. وينه؟ هي سالفج فالتري. اوكي، هذا من نسخه هازبرو طبعا، ما شاء الله مخبصين. حنلعب مباراة هلا ضد، هلا بختار لكم البلبل بس الاقي اقرب اشي. اوكي، قررت اتنازل ضد واحد من اصدارات هازبرو الغريبة. بلبل يعني ماشي حاله، حطيت كل شيء، كل القطع كمان على اثنين. خلونا نغير الحلبة.
هايبر سفير، تمام. الشجاع ضد هذا البلبل اللي ممكن نحكي هيك بيشبه اشي اثار قديم، فرعوني اغريقي روماني يوناني ما بعرف. خلونا نشوف. طبعا اذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى تحط لايك عليه وتشترك بالقناة وتفعل الجرس على كل الاشعارات لتكون اول شخص تشوف الفيديوهات الجديدة بس نزل. اوكي، اول مرة بحكي وبظبط الاطلاق، انا دائما بس احكي بطل اركز انا بلعب. اوكي، لا 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 لا، هذا هنروح الداية. لا 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 لا، بنفوز بنفوز. مين فاز؟ انا فزت. اوكي، هلا بدنا نشوف اذا المهارة الخاصة اذا ما بنستعملها بتضل معنا بالجولة الثانية ولا لا. تمام، ممتاز، لساتها معنا. بيرفكت لانش مع بيرفكت مهارة خاصة وما سوينا له شيء. تمام، اثرناك يعني بس ما خسر على الاخر. سنة خسرنا مع اني اعطيته قطع وحديدة كويسة. انا ما بعرف شو قطعه صراحة اللي بيجي معهم، بس انا متأكد انه هدول القطع اللي اعطيته اياهم احسن من الاشياء اللي بيجوا معه. جاز اطلاق. اوكي، يلا. اوكي، الجولة الثانية من بلعب الكواد درايف من تخبيص هازبرو. او ابداع هازبرو. اوكي، بيرفكت، تستاهل اخسر. ايوه، شفتوا كيف فزتوا؟ مع اني حطيت كل قطع على ليفل 2. شكرا للشجاع الداينامايت من هازبرو. طبعا لسه ما نزل الشجاع على القمة، هم هذا هو الوحيد اللي عندهم. عندهم واحد تاني باللون الاحمر. اوكي، لا بدنا نقعد نغير كل القطع، مش مهم. هلا انا شكلي راح اختار واحد من بلعب الهازبرو. تعالوا نختاروا مع بعض. مو الشخصية الرئيسية ولا ماجما. ممكن هذا البيربل، او بتعرفوا اتاكد ما في شيء حلو تحت. اوكي، هذا جلايدد نيمسيس. تمام، شكله مدرع الاخ. لا خلوه على الازرق، نغير له الارمر مع انه ما بيفرق. ما بعرف، راح اختار له واحد بلمع الحديدة والدرايفر. بدنا نختار له درايفر مع انه ما بعرف اذا باللعبة بتغير. شكله هدول درايفراته. تمام، نبلش. راح العب فيه ضد الشجاع. اوكي، انا هلا برضه اكتشفت انه بنقدر نختار القطع اللي بدنا اياها من دون غلبة، عن طريق انه بنكبس على المربعات وعلى الاشياء. نختار وحدة منهم، فأنا بدي كواد درايف. خلونا نرجع. بدي أنازل الشجاع الأحمر صراحة، صح؟ ولا نازل الخفاش؟ شو رقم الخفاش؟ الخفاش، تمام. بس بحاجة شوية قطع الأخ، لأنه وين قطع الخفاش؟ ماجما كانوا هاد راجن راكفا. مين هو؟ راكتفور. أوكي، تمام، راكتفور. والله اسود حلو رهيب يا جماعة، وش هذا الفخامة. خلونا على الخفاش، الارمر خليه زي ما هو. بقية القطع. اوكي، الخفاش هو بشو بيجي اصلا؟ اظن كأنه بهاي اللي بعده. درايفر كواد درايف، شو ديجيتال بريميوم هدول. اوكي، شكلهم ريموت كنترول هدول. اوكي، كواد درايف، تعال نختار ايش الخفاش. اصفر اورنج، تمام. بتعرفوا هدول شكله مطعه، كانه جد حنلعب ضد خفاش بس بالنص لون اسود وممكن ارمور مختلف واصلا بلاستيك. اوكي، يلا الجمهور بشجع، ان شاء الله يكون صوتي واضح. اوكي، اسمع بدي احكي لكم شغله ما لها دخل. اذا بتطلعوا فوق بالزاويه اليمين، تمام، اظن كانت موجوده طول الفيديو، في نقطه خضراء، هاي معناها انه في اشي عم بيستخدم المايكروفون. اوكي، شو بنستفيد؟ هلا بحكي لكم. تو ايرلي. اوكي،
هاي ميزة كانت بالايفون، بيطلع على نقطة اظن خضراء او صفراء اذا في تطبيق عم بيستخدم الكاميرا او الميكروفون، اساس يعني نعرف انه الخصوصية تبعتنا اساس ما حد يتجسس علينا. هاي الشغلة اجت جديد للاندرويد، اظن اندرويد 11 و 12 لانه، او لا بس اندرويد 12. فتحدثوا موبايلاتكم ممكن توصلكم هاي الميزة. شو اسمه مفيدة، اتوقع انها بتطلع بالفيديو ما بتختفي من التصوير. كيف بس نقضي على الخفاش؟ صحيح الخفاش بيجي بدرايفر هيك اصفر وخميل، ببين كيوت وحلو بس هو اداؤه اظن سيء كتير، وما بعرف اذا في مطاط ومخبصين طبعا تكارتم اكيد. هازبرو مش هتحط مطاط، هازبرو غريبة اصلا، في بعض اصدارات البراثن فيها مطاط وبعضهم لا. تمام بيرفكت لانش، يلا هذا اخر نزال ان شاء الله عشان نعلم الخفاش كيف يلعب. هو بده يعلمنا شكله هلا. سترونج اتاك، درايفر الكواد درايفر معي بيشبه الدرايفر كلمة وحش الطرف الاخير تبعه. مهارة خاصة، ودع احبابك، باي باي سلام. نحكي باي باي للخفاش. اوكي طلع ما شوي، باي طلع قوي شوي. تمام هلا هلا ما عليكم من هنا. انا بدي اخذها، انا فرجيك، انا مش عارف شو بلبل اسمه بس كانه هذا واحد من احلى اصدارات هازبرو الخاصه، مع اني بتوقع او اكيد يعني لو اشتريت واحد حقيقي برضه ما حيكون له فايده، بس منظر بلاستيك. وفزنا الخفاش، على الاقل استمتعنا باحلى شيء نزلته هازبرو بلبلها الجديده واللي هي اللعبه. مبروك للإشي الغريب النمسس اللي بيشبه اسم عبوس. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا في فيديو اليوم، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك كمان، بحيث انكم بتحبوا فيديوهات بيبلد بيرست اب انه بين فترة وفترة. وبس لا تنسوا تشتركوا، بشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.